منورنا يا مولانا. ده نورك. تضيف حاجة على التمهيد ولا كافي ووافي الكلام؟ لا لا، جميل جدا، تقرير ممتاز، تشكر ليكم. تأثرت، أنا شفتك في حتة كده، معرفش تأثرت ولا أنا اللي متهيألي. لا بتأثر دايما، أنا سريع سريع التأثر، يمكن عشان كده فنان يعني. ده أكيد مش يمكن. وحشتك أيام زمان؟ وحشتني جدا طبعا، مفيش شك، عشان أنا عشتها برضو، كنت لسه صغير لكن عشتها ومريت بيها وشفتها يعني. ليه الملك فاروق سماك مولانا؟ هو الملك كان بيتقال له مولانا، وأنا صغير كنت شبه الملك. الملك كان حلو كده؟ أحلى بكتير. لا كان جميل الملك فاروق، فأنا فاكر وأنا صغير لما كنا بنروح السرايا في المناسبات وفي الأعياد، فكان بيقول مولانا جاي، فين مولانا فين؟ حسين فهمي شبه بابا ولا ماما؟ الاثنين الحقيقة، أنا عندي من الاثنين. من الاثنين؟ الاثنين شبه بعض كمان. يعني على كده كانوا صاروخين متجوزين بعض. أنا الحمد لله يعني ده اللي أنا شفته، اللي أنا فاكر كده. وخلفوا صاروخ. لا ولا صاروخ ولا حاجة. أنا مش بعكسك، أنا بوصف حالة. أنا بوصف حالة. تيجي نحي حسين فهمي جانباً ونتكلم عن محمد حسين فهمي؟ أوي أوي. اسمك مركب. مركب. محمد حسين. وانت صغير كنت محمد ولا كنت حسين؟ لا كنت حسين طول الوقت. وفي المدرسة؟ وفي المدرسة كمان كنت حسين، بس أصل ما فيش مصري ما اسموش محمد يعني. ما كلنا محمد الأول وبعدين نيجي الاسم بعد كده. وخاصة أيام زمان كانت الأسماء المركبة كانت كتيرة. موضة. ماما يوزباشي يعني شخصية عسكرية. أيوة. يعني في بروتوكول في البيت أكيد ممنوع يتكسر. مظبوط. عايز أعرف البروتوكول اليومي بتاعكم كان شكله إيه؟ لا أمي كانت مهتمة جداً بالثقافة، كانت مهتمة جداً أنها تثقفنا، وأبويا كمان، لأن أبويا درس في الإيكول دي سيونس بوليتيك في باريس، وهي درست في السوربون فدرست أداب، فكان المسألة الثقافية دي موجودة في بيتنا بشكل كبير جداً. خدونا مسارح كتير واحنا صغيرين، رحنا الاوبرا كتير. سليمان بيه نجيب مدير الاوبرا كان صاحب والدي جدا، فكان دايما لما تيجي كوميدي فرانسيز، لما تيجي مثلا الفرق زي الاولد فيك وغيره، الباليهات بتاعت زمان، كنا بنروح الاوبرا نتفرج. المسارح كنا بنروح يوسف بيه وهبي، انا فاكر كويس قوي، كان صاحب ابويا وبيجينا البيت، فكانوا اصدقاء يعني. ونجيب الريحاني برضه. ونجيب الريحاني كمان. كنا دايما عندنا بنوار في نجيب الريحاني. وحضرتك بتتكلم، يعني أنا بفكر في حاجة، بتتعب من إن الناس بتشوفك استثناء وإنت بتشوف نفسك عادي؟ لا أنا عادي، لأن أنا عشت الحياة دي، يعني أنا مش شايف نفسي استثناء خالص، بالعكس أنا بشوف إنه ده الطبيعي يعني. بس يعني الناس بتشوفك استثناء؟ ممكن جداً، بس أنا بستغرب ليه، لأن أنا بشوف إن الطبيعي الفنان بالذات يبقى مثقف في كل الاتجاهات. مفيش حاجة اسمها أنا ممثل فأنا معرفش حاجة عن الفن التشكيلي، معرفش حاجة عن الموسيقى، معرفش حاجة عن الفنون، الرسم، يعني لازم أبقى عارف. أنا لما بدرس للطلبة، لما كنت بدرس، أنا درست 12 سنة في معهد العالي للسينما، لازم الطالب يبقى عارف كل مين هو فان جوخ ومين رامبرانت، إيه الفرق بين الاثنين، الموسيقى بيتهوفن تشايكوفسكي، كل الأعمال اللي عملوها، لازم الفنان يبقى راوند، يبقى عنده كل الجوانب الفنية موجودة فيه يعني. هرجع للبروتوكول اليومي في البيت، أنا عايز أعرف كنتوا بتصحوا إزاي؟ أنا بتكلم على المرحلة اللي هي من أول ما ابتديت تعي الحياة لسن 12 سنة، إزاي كنت بتصحوا إزاي من النوم؟ كنتوا بتعملوا إيه؟ حياتكم في البيت كان شكلها إيه؟ إحنا كنا أسرة متماسكة الحقيقة، وكان في حب كبير قوي بين أبوي وأمي، وكان ده بيطفو هذا الحب علينا. فكنا في الأيام اللي ما فيهاش مدرسة، يعني أيام المدرسة طبعاً الصحيان في الميعاد والنزول وكل حاجة، لكن إحنا كان عندنا تقليد دايماً إنه الغداء، ميعاد الغداء ده كان لازم مقدس، الكل يقعد. بالظبط، لازم نبقى كلنا قاعدين مع بعض، أمي على رأس المائدة، أبويا على يمينها، وبعدين أنا قدامه، وبعدين إحنا كإخوات بالترتيب كده. أمك على رأس المائدة؟ مش أبوك ليه؟ لا أمي. دلوقتي بتلاقي الراجل قاعد على رأس المائدة والست هي اللي على اليمين. هو كان في دايماً احترام للمرأة في بيتنا، وعشان كده أنا حبيت أمي جداً، وحبيتها واحترمتها جداً، وحبيت المرأة من خلالها يعني. كنت دايماً بقول أنا بدور على أمي. فالأم هي الرمز، هي أساس البيت، فكان دايماً هي بتبقى بتترأس المائدة، وإحنا الرجالة بقى اللي حامينها. بس رغم كده كنت تعبها، يعني كنت طفل شقي ومتمرد وعنيد جداً وبترفض كلامها هي بالذات، ليه؟
لأن أمي كانت متسلطة جداً وأبويا كان رقيق جداً وناعم جداً، فكان دايماً ألجأ له عشان يلحقني بين النجدة هو اللي بينجد، هو اللي موجودة في البيت. لكن أنا النهاردة طبعاً I appreciate يعني يعني قدرتها متأخر، فبقيت بتدور على ست شبهها متأخر. كان محتاج البيت يبقى فيه المرأة القوية اللي متماسكة. والدي بيشتغل طول النهار، احنا برا بنرجع، لازم يبقى فيه نظام، في ديسبلين في البيت يعني. فكانت هي المتولية النظام ده كله. خديجة هانم كان عقابها شكله ايه؟ مش بتاعت شبشب مثلا؟ لا 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 خالص. ولا بتاعت قرص؟ ولا لا لا لا. كانت بتعاقب ازاي؟ ما عندناش يعني، عمرنا ما اتضربنا في البيت، ما حدش مد ايده عليا ولا ابويا ولا امي. لكن العقاب كان دايما بالحرمان يعني، ما فيش العيد ميلاد بتاع صاحبك ده مش هتروح، النادي يوم الجمعة مفيش، هتقعد في البيت، السينما مفيش سينما. يعني أمينة طبعاً المتعة الحقيقية كانت إن احنا نروح السينما يوم الجمعة في الأجازة يعني. يفترض إن الأطفال اللي كانوا في المدارس الحكومية مختلفين، مش كلهم حسن فهمي، مختلفين شكلاً ومضموناً، فعايزة أعرف هل كنت بتحس إن في فرق بينك وبينهم؟ لا لا خالص، لا أنا تربيت في مجتمع، أنا تربيت في المجتمع المصري، المصري الحقيقي يعني. إحنا كنا مع طبقات مختلفة جداً من المجتمع في المدرسة، ومع ذلك كلنا أصدقاء. ولا عمري شعرت، ولا عمري أنا حتى. طب هم كانوا بيشعروا يعني، معلش يعني، شكلاً دي خلقة ربنا، ربنا ميزك بيه. طريقة كلام أكيد مختلفة، أنت في مدرسة حكومية يعني ناس بسطة، وأنت جاي من سرايا وبتتكلم بطريقة كلام معينة مختلفة عن المعلم بورع يعني. عمري ما حسيت بكده خالص. عمرنا ما حسينا بكده، ولا عمرهم هم أصدقائي وزملائي في المدرسة كانوا أيضاً من معانا. مجموعة كبيرة كانت من طبقة أرستقراطية في المدرسة يعني. برضو. لأن كان في ناس كتيرة جداً في مصر مقتنعة بأن أولادهم يتعلموا في مدارس مصرية من أساتذة مصريين يعني. الناس معتقدة إنك اتولدت وعشت وأنت بقك معلقة ذهب. مظبوطة. وأنت يا عيني من عمر 12 سنة اتشالت من بقك المعلقة الذهب واتحطت حديد. وقت ما قامت الثورة كنتوا فين؟ كنا في باريس. وأنا فاكر كويس قوي، أمي جالها تليفون يوم 23 يوليو الصبح، وكنا في الأوتيل، وأبويا طبعاً عرف الخبر، ابتدى اتصالات مع أفراد العيلة المالكة اللي كانت مسافرة، لأن يوليو كان معاد يعني الأجازة. كل الناس بتسافر، كان يوليو وأغسطس، وكان معنا العربية بتاعتنا هناك. فكلم البرنس محمد علي اللي هو ولي العهد، كان في سويسرا، فقال لهم كلكم تقولي. فاتنقلنا من باريس، رحنا سويسرا في جنيف، وكان في السرايا اللي هو قاعد فيها تقابلنا كلنا، كل العيلة المالكة كانت هناك يعني. طيب كنتوا برا وعرفتوا الخبر برا، إيه اللي خلى والدك يرجع مصر؟ إيه اللي يرجعكم مصر؟ لأنها بلدنا. لأنها بلدكم، بس أكيد كان عندكم فكرة إن هو حيتعرض لشيء من الاضطهاد طبعا. فكان مخاطرة منه إن هو ياخد القرار ويرجع، ولما رجع بالفعل اتسجن 3 شهور. اتاخد من المركب، إحنا رجعنا بالمركب لأن معانا العربية، فرجعنا بالمركب، ولما وصلنا اسكندرية نزلنا كلنا من على المركب. جم 3 كلموا أبويا وخدوه معاه، قعدنا فترة بندور عليه، وبعدين عرفنا في الآخر إنه كان في السجن. وبعد 3 أشهر جاء البيت من غير أي تحقيق ولا حاجة يعني، سألناه فيه ما فيش تحقيق ولا حاجة يعني. ما عرفتوش حتى الجهة اللي خدته هي مين؟ لا عرفنا بعدين بقى. يعني السلطة الجديدة. ندم وقتها إنه رجع؟ لا لا ما ندمناش خالص، أصل الوطن ده الواحد ما قدرش يستغنى عنه يعني. يعني دي بلدنا وما نقدرش ان احنا نبعد عنها يعني. بس احيانا لما يبقى اب وام وفي ظروف كده وعندهم اطفال، بيبقى الوطن هي العيله، فيروح لمكان امن، يدور على حته امنه عشان خاطر ولاده وعيلته يقعد فيها. هو المكان الامن بالنسبه لك كان مصر دايما يعني، طول عمر ابويا وامي بيفكروا كده، واحنا عائلتنا كلها عيله خدمت الوطن، ليها تاريخ وطني بصرف النظر عن ايه اللي حصل لنا يعني.
والدك زعل لما عرف انك سحبت ملفك من كلية الحقوق وبنشفان دماغ برضو من غير ما تقول لهم خالص، ورحت قدمت في معهد السينما قسم اخراج. فاكر اليوم ده اكيد حصل فيه طبعًا ايه؟ طبعًا. وصف لي المشهد كان بينك وبين والدك، الحوار كان ايه؟ لا والدي اقتنع جدا، والدي كان بيحب الفن قوي وكان اصدقائه فنانين كتيره. امي هي اللي اتاثرت لان امي كانت عايزاني اكمل حقوق لان والدها كان مستشار في القضاء، وكان عندنا عيلتنا كلها يعني ما بين قضاء وما بين سياسيين وما بين كلها يعني في البرلمان، والحياه كلها كانت كده. فامي كانت حابه يعني قوي ان انا عايزك تطلع زي جدك يعني ابقى في الكارير ده على الاقل يعني. بس انا كنت عايز الفن، انا كنت حابب الفن جدا وحابب بالذات عالم السينما اللي انا انبهرت بيه جدا يعني. الافلام الابيض واسود بتاع زمان وانور وجدي وليلى مراد والفنانين الكبار بتوعنا دول كنت منبهر بيهم جدا، منبهر بالسينما المصريه جدا يعني. بس والدك خصمك 3 أيام وقتها. 3 أيام بس عشان يعني يراضي أمي يعني، بس عشان ما يزعلهاش يعني، إن هو متضامن معاها يعني. بس سليل البشوات المحسب المناسب يدخل معهد السينما، رد فعل خديجة هانم إن هي عيت شهر كامل ما كانتش يعني قادرة إن هي تتقبل الموضوع. يعني حسستني إنها عيانة قوي، بس هي ما كانتش قوي يعني. يبقى جينات التمثيل، إنها زعلانة يعني. جينات التمثيل من خديجة هانم. ومن وانت عندك 10 سنين عرفت إن كان حلمك تكون ممثل. الحلم ده ما طولش لما عرفت إن ورا الممثل خيال مخرج بيحركه بالزبط. فبقى نفسك إنك أنت تبقى مخرج. مخرج واتجه لإخراجه. وبعدين سحر الوقوف قدام الكاميرا ما قدرتش تقاومه. المنتج رمسيس نجيب لفته شكلك، كان وقتها مش شايف قدراتك كممثل لأنك كنت مساعد مخرج، أما عرض عليك أنك أنت تمثل، كونك أنك معاك ماجستير في الإخراج السينمائي، شعرت أنك ملم بكيفية إدارة الممثل، فاستسهلت الموضوع؟ لا لا لا، ما فيش استسهال. الفكرة كانت أن أنا عايز أخرج ومنتجين مش عايزيني أخرج. كل منتج اروح له اقول له انا مخرج، يقول لي احنا عندنا مخرجين كتير، احنا ناقصنا مساعد جيم مخرج. كان فتره ما فيش جيم برمي يعني بالمنطق ده يعني. وكان لسه كان اياميها نور الشريف كان ابتدى في التلفزيون. محمود ياسين انا اللي عملت له اول تيست. انا يوسف شاهين قال لي، انا قابلت محمود ياسين كان بيعمل حاجه اسمها مقتل جيفارا في المسرح القومي، وانا اللي خدت محمود ياسين عملت له تيست في استوديو مصر. فكنا لسه يعني ولا انا مثلت ولا هو مثل قدام الكاميرا تقريبا. انا كنت معتقده ان هو سبقك بسنه. لا لا لا، لان سنه 72 كانت سنه محمود ياسين في السينما، وسنه 73 كانت سنه حسين فهمي. حسين فهمي يعني، بس كنا قبل كده اشتغلنا يعني، كان هو عمل افلام وانا كنت عملت افلام. وابتدت صداقتنا بالشكل ده يعني. وبعدين هو اتجه عمل نحن اللي نزرع الشوك، وانا دخلت بقى عملت نار الشوك، وبعدين عملت دلال المصريه مع حسن الامام. وقتها مين أبطال السينما اللي كنت بتعتبرهم النموذج ليك، الأيدل بتاعك اللي انت عايز تبقى زيه؟ عمر الشريف طبعاً كان بالنسبة لي. أنا أعرف عمر الشريف قبل ما سافر أمريكا، قبل ما هو كمان يسافر أمريكا يعني. ورشدي أباظة طبعاً كان حاجة مبهرة جداً يعني. فكانوا ايدل بالنسبه لي ما فيش شك. فلما رجعت وابتديت اشتغل معاهم طبعا كنت سعيد، وبالذات رشدي وفريد شوقي وكل دول بقينا اصدقاء يعني. سليله الحسب والنسب خديجه هانم عيت شهر، انت قلت يعني كانت بتعمل نفسها عيانه بس يعني هي مخصماني وما تكلمنيش، تكلمني يوم ما تكلمنيش يومين، لمده شهر علشان ابني انا ما ينفعش يبقى مخرج، فما بالك ابني انا هيبقى مشخصاتي؟ لا دي عيبه في حق العيله. رادت عنك ازاي؟ لا بس عايز اقول لك حاجه، ما كنتش لسه لما شخصاتي ولا حاجه، هي زعلت ان انا دخلت معهد السينما. ايوه لكن لما بقيت ممثل عملت ايه؟ لا لا لا، كانوا مبسوطين قوي بيا. لا لا لا، لان انا بقى خلاص يعني بقيت اولا. هم لما يعني هقول لك حاجه، لما بعد اول سنه ابتدى يجي تليفون في البيت مثلا، حسين موجود؟ لا نقول له مين؟ ما فضلك لما يجي يعني قولوا له يوسف شاهين. وبعدين تليفون تاني مين؟ صلاح ابو سيف. الله الله الله، الظاهر الولد نافع، الظاهر انه يعرف الناس المهمه دي. لان كانوا اساتذتي، كانوا بيدرسوا لي يعني، فكنا اصحاب واكثر من ان انا طالب، انا كنت صديق ليوسف شاهين ولصلاح ابو سيف، حلمي حليم، كل دول كانوا كبار السينمائيين في مصر يعني.
العرض اللي عرضه عليك رمسيس نجيب ما تمش، الفيلم اللي قالك انه عايزك تعمله مع سعاد حسني وراح لرشدي أباظة. أيوه. وقتها سعاد حسني ما اقتنعتش بيك. ايوه ما اقتنعتش. الحب الضايع. الحب الضايع. الحب الضايع. زعلت؟ لا ما زعلتش، لان انا ما كنتش فاهم. انا مش فاهم ليه وليه عايزيني في الفيلم وليه مش عايزيني في الفيلم. يعني ما كنتش فاهم لسه في بداياتي. لا ما كنتش زعلان. وبعدين لما عرفت ان رشدي أباظة اللي هيلعب الدور، طبعا هايل رشدي أباظة، يعني حاجه ما تزعلش ابدا يعني. لا ما تزعلش اكيد، بس بيني بينك وبين نفسك يعني، طب انا ليه؟ ما هي ما شافتنيش بمثل قدامها عشان تقول لا، ولا عملته تيست؟ لا لا، انا عملت تيست في الاول، وكان في فيلم بئر الحرمان. وده يوم التيست اللي انا عملته، لان انا داخل مع سعاد حسني اصلا كنت بصلح لها العقد بتاعها في فيلم الاختيار، فكان في مشكله في العقد هي عايزه تصلح. فيوسف شاهين قال لي خد العقد بتاع سعاد وروح صلحه في الشركه واديه لها. صلحت البند اللي هي عايزاه ورحت الاستوديو، استوديو نحاس، كان في رمسيس نجيب موجود. فشافك. فشافني. فقال لي تعالى اعمل تيست. قلت له تيست ايه بس؟ تيست ايه؟ كان يوسف فرانسيس المؤلف بتاع السيناريو، كاتب السيناريو، قصه لاحسان عبد الدوس، سعاد حسني واقفه، وحيد فهيد مدير التصوير صديقي واستاذي، كمال الشيخ هو المخرج، يا حسين واقف يعمل التيست، يا اساتذه انا جاي اودي العقد للمدام وامشي. لا اعمل التيست. عملت التيست، اتفرجوا على التيست، دوروا عليا، ابتدوا يقولوا لي تعالى. فلما جينا بقى في الحب الضايع، سعاد قالت لا. قالت لا، هو صغير على الدور يعني. عملت بعد كده واحد من أهم أفلامكم سوا اللي هو خلي بالك من زوزو. أي. وقتها هي اللي رشحتك ولا المنتج؟ لا، اللي رشحني كان المنتج تكفر أنطونيان، واللي أكد الترشيح كان حسن الإمام، هو اللي أكد قال لا حسين هو اللي يعمل الدور. يعني هي اتغصبت ولا إيه؟ لا 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 ما اتغصبتش. لا سعاد ما تتغصبش. لا لا اقتنعت يعني. ما هو لازم نبقى مقتنعين عشان نشتغل. لا ما ينفعش ابدا ان احنا نبقى بنشتغل ومش حابين بعض ومش مقتنعين ببعض طول عمرنا يعني. اتعقدت من وانت صغير لما صاحبك حاول يرميك من على السطوح. بالظبط، بيزقني، بيحاول يزقني من فوق السطوح لمره. احكي لي ايه اللي وصل المرحله ان هو هيرميك من على السطوح؟ لا بيزقني، بيهزر معايا، انا قريب من السطوح والعماره عاليه فبيزقني، فانا حسيت ان انا هقع. الإحساس ده مجرد كده إن أنا مش عارف إذا كنت هرجع ولا لأ. فقدت التوازن. فضل معايا فترة طويلة. ده كده بيهزر صاحبك؟ كان بيهزر هزار سخيف قوي. لسه صاحبك؟ قطعت علاقتك بيه. مفيش فايدة. والكلوستروفوبيا بقى جات لي نتيجة كنت مع والدتي مرة في الأسانسير. في الأسانسير. مذاكرك كويس. مذاكرك كويس قوي. وقف بيكم الأسانسير. وقف الأسانسير. لا كمل الأسانسير كمل. يعني إحنا كنا رايحين في الدور والأسانسيرات بتاعت زمان اللي في وسط العمارة اللي كلها إزاز، فأنت شايفة السلم. فطلع الدور الثالث، مفروض رايحين الدور الثالث، ما وقفش، كمل الأسانسير. فوالدي كنت صغيرة، والدتي فتحت الباب بتاع الأسانسير، ما كمل، مش راضي يقف، مش راضي يقف. فلما جينا للدور اللي فوقيه، والدتي فتحت الباب، الباب الحديد ده الفيرفورجي. كمل الأسانسير كمل. فخلاص بقى فهنخبط في السقف. دي في سلفاجو كانت؟ أفهم؟ في سلفاجو؟ عبارة سلفاجو صح؟ شفت بقى؟ أنا عارفة أسراركم. لازم كنتي معايا جدا. عندي قرايبي فيها. اللي مريت بيه، خليني أقول من فقر بعد غنى، خلاك تتعقد من الفقر، عايش خايف من الفقر؟ لا خالص خالص، عمري ما جالي عقدة من الفقر أبدا، ده رزق. عمري ما خفت من اي حاجه، طول ما انا واثق في ربنا مش خايف من حاجه خالص. رجعت المعلقه الذهب بقك تاني؟ لا لا ما رجعتش. ما رجعتش لسه؟ لا بقى فلسه دلوقتي. بقى قشره، ما بقاش فيه ذهب. كله بقى قشره. شفتك بعينيا وانت بتلمع. ايوه طبعا. بتلمع الجزم. طبعا الجزم دي مهمه. هوايه قوي. أيوة هواية. هوايه عندك. وشفتك بمزاج يعني بتقول بس الجزمه ايه ده، الورنيش. أيوة. بيلمع زياده عن اللزوم، الورنيش مش كويس هو ولا ايه؟ هو ورنيش ولا مش ورنيش؟ يعني انت الجزمه لازم لها ورنيش، لان الجلد محتاج يتغذى من الورنيش. انما كل الارتفيشال الجديد ده البلاستيك ده بيبوظ الجلد. بس علاقتك بالجزم علاقه ما قدرتش افهمها. لا علاقه انسانيه جدا، انا بعطف عليهم جدا، ده ملبوسين في ودول واخدين كل اللي انت شايفاه ده.
فحرام يعني. كل اللي انا شايفاه ايه؟ اللي على الارض والشارع والاسفلت والرصيف يعني انا بيصعبوا عليا. ولازم تشغل موسيقى وانت لازم طبعا لازم ميوزك وتقعد تلم وعلى حسب نوع الجزمه ولون الجزمه يبقى في نوع المزيكا اذا كلاسيك ولا هسمع ايه نوع المزيكا اللي هسمعها مودرن. لمعت جزمه حد غيرك؟ لا انا بلمع جزمي وجزم ولادي. ولادي وهم صغيرين بالذات لما كانوا يروحوا المدرسه. انا ابني عايز اقول لك حاجه، انا اول هديه جات لي من ابني كانت ست كده بتاع تلميع جزم، فكان اول حاجه جابها لي راح جايب لي كان عنده 6 سنين 7 سنين من يا فلوسه. حبيبي 6 سنين ايوه من فلوسه جاب لي ست بتاع تنظيف جزم ولسه عندي لغايه دلوقتي. انا حطها في العقد لاني انا حسيت انها عقده، يعني بقالها معاك عشرات السنين. ده من وانا صغير. من وانت صغير؟ بس ده رمز الراجل. الراجل بيميزه حاجه مهمه جدا، جزمته، اعتناؤه بجزمته، ودي حاجه معروفه. انت عارفه كلمه سنوب؟ المتكبر، الشخص اللي مناخيره في السماء بيقولوا له عايز سنوب. سنوب دي في اللغه الانجليزيه القديمه هو صانع الجزم اللي بيعمل الجزمه. فكان الجزمجي. مناخيره في السماء ليه الجزمجي. بقى مناخيره في السماء لان كان بيعمل البوتات الكبيره دي للقصر الملكي. أوكي. في الوقت اللي كانت الناس كلها ماشيه في المستنقعات وفي الطينه وفي البداع، هو لابس البوت بتاعته راح القصر وجاي من القصر بيدوس رجله ما بتتوسخش، بيدوس في الطينه وفي البدا. فبقى سنوب. سنوب هو مترفع على الجميع، فانا سنوب. عارف لما قلت ان هي رمز للرجل انا فرحت بيني وبين نفسي، لاني حسيت انك انت بتلقح على الستات انهم جزم. لا 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 قولي ليه؟ قولي ليه؟ قولي لي ليه؟ لاني سمعتك بوداني دي بتقول انا بعامل الجزمه كانها ست، بعملها برقه زي الست. طيب الجزمه بالنسبه لي ست، يعني ايه الجزمه بالنسبه لي ست؟ لا مش ضروري تتشبه، بس يعني المعامله، انا بتكلم على المعامله تتشبه، مش ما بقولش الجزمه. انا بعامل عربيتي زي ما بعامل الست برضه احتراما يعني. يعني عادي لو انا قلت انا بحب جزمتي وبحب المعها وبهتم بيها زي ما بهتم بالراجل؟ طب ليه لا؟ ما انت بتهتمي. يعني هي الاهتمام هو المهم. بس الجزمه اصلها الراجل بيهتم بجزمته هو راجل انيق. طب وعقده مامتك اللي مش لاقي لها حل نعمل فيها ايه؟ امي كانت حاجه يعني انا بالنسبه لي كانت المثل اللي ممكن اي حد يتخيله في المراه يعني. كانت امراه مجتمع حقيقيه، امراه عملت مجهود انساني كبير جدا، امراه مثقفه متعلمه، علمتنا ازاي نقرا ازاي نتثقف. كان عندنا في البيت انسايكلوبيديا بريتانيكا، اي سؤال اساله امي تقول لي افتح الانسايكلوبيديا شوف اللي انت عايزه. فتعرف على طول المعلومه. فابتديت مداركي كلها اتفتحت من خلال القرايه. كان عندنا لاروس كمان الانسايكلوبيديا الفرنساوي لاروس، اي حاجه عايز اعرفها بفتحها. علمتنا، كانت سيده يعني متكامله في كل شيء بالنسبه لي، كانت هايله يعني. لغات، ازاي تعامل الناس في المجتمع، ازاي بتعامل اسرتها، ازاي بتتعامل معانا، ازاي ربيتنا. مجهودها في الانساني كان فوق الوصف يعني. جمعيه الهلال الاحمر، جمعيه مشاوي الحرب، دي جمعيه انشئت سنه 48 وكانوا هم الاسره المالكه الاميرات، وكانت كانوا جيش يعني، كانوا ضباط في الجيش ليهم رتب عسكريه. فانا شفت المراه كده. بقيت بتدور على ست جميله وناجحه ومثقفه وقويه وحنينه وفيها كل الصفات اللي كانت موجوده فيها. مظبوط كده. ولغايه دلوقتي ما لقيتهاش. بدور يعني لسه. لسه بدور. انا يعجبني فيك انك ما بتيأس. لا 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 مفيش يأس. مش عايزين فاهم ليه. ولا حياه لمن تنادي. ولا حياه لياس. مش هتلاقي. لا هلاقي. انا متاكد. حلو التفاؤل. شبه، هلاقي الشبه يعني. هتلاقي الشبه. لسه بتلبس تيتين في رقبتك؟ بلبس ايه؟ تيتين. طبعا. دي مهمة جدا، موجودة يعني. موجودة؟ موجودة. بجد؟ بجد. أشوفها. ليه بس؟ بجد أشوفها. أشوفها. لا أصل في حاجات كتيرة متعلقة معايا. مش مهم، أشوف التيتين بس، عايزة أشوفها. أنتِ متمسكة بكده؟ أنتِ عرفتي حكاية التيتينة دي إزاي؟ عرفتها. أيوه. وكم مرة لما أوس حنية أتروح على حنان. دي حنان. طب أقول دي عقدة إيه؟ حنان. عقدة حنان. ناقصني الحنان. بعد كل اللي دخلوا حياتك عايز حد يحن عليا. لا في كتير يحنوا عليك، بس بعد كل اللي دخلوا حياتك حد يحن.
بس أنا نفسي أعرف بعد كل اللي دخله حياتك محتاج حنان. طبعاً مفيش شك، مفيش حد مش محتاج حنان، مفيش إنسان على وجه الأرض مش محتاج حنان. فأنا محتاج الحنان ده جداً. وبعدين التتينة دي يعني دي رمز بالنسبة لي، رمز العلاقة اللي ما بين الطفل وأمه، إن دي بداية حياته، بتبقى معرفة الأم من خلال يعني ثديها يعني الأم يعني. فده بالنسبة لي الرمز، لما بحتاج حنية ما بلاقيهاش بعمل اللي انت شفتيه ده. هي حضرني تعليق بس مش هينفع أقوله. طيب بلاش. ابتدت إمتى موضوع التتين ده؟ ابتدت معاك بقالها كم سنة؟ ده من زمان قوي. يعني كم سنة؟ يعني مش أقل من 40 سنة مثلا. تمر ستات في حياتك والتتينة موجودة، والتتين يعني مفيش ست غنتك عن التتين؟ لا لا لا، التتينة دي موجودة يعني، ما لهاش علاقة خالص بأي حاجة تانية. وما حاولتش انك انت تتخلص من التتينة؟ لا استحالة، دي حاجة لا لا لا.